الأطفال في وضعية غير مستقرة، موضوع الحصة التكافلية الشهرية من برنامج بدون حرج. الغاية تقييم ودعم جهود جمعية أميسيب التي تخصصت في مساعدة هذه الفئة من خلال خدمات التأطير التربوي والدعم النفسي وبرامج التربية النظامية والتكوين المهني. الأطفال في وضعية غير مستقرة، موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج تكافل. ابعثوا بتبرعاتكم للمساهمة في انطلاقة جديدة لأطفال الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة عبر رسالة قصيرة SMS تحمل كلمة هبة إلى الرقم 9779 أو من خلال الحساب البنكي التالي.